خبرا لدينا قبل الفاصل. اليوم هيئة دوري المحترفين وجهت خطابا للأمناء العامين بأندية الدوري زين حول تكرار ظاهرة دخول الإداريين على المستطيل الأخضر قبل وبعد المباريات، مما يشوه صورة الملعب أمام الجماهير والمتابعين بشكل عام، وضرورة استخدام المضمار عند توجههم إلى غرفة الملابس. في شأن آخر، بناء على تقدم موعد معسكر المنتخب من تاريخه حتى تاريخ استعدادا للمواجهة أمام منتخب أستراليا، وهذا يعني أنه في تعارض مع مواعيد الجولتين 20 و21، لذلك قررت لجنة المسابقات إجراء تعديل في موعد الجولتين 20 و21 من دوري زين، حيث سيطرأ تقديم وتأخير لبعض المباريات في الجولتين، وسيعلن ذلك عقب انتهاء مباريات دوري الأربعاء لمسابقة كأس ولي العهد لمعرفة من هما الفريقان المتأهلان للنهائي. علي، هل تعتقد بأن لهذه الدرجة هي ظهور الإداريين في الملعب فيه تشويه كما تقول الهيئة؟ نعم، تشويه جدا كبير. يعني أحيانا بعض الإداريين يعتبر نفسه لما يدخل الملعب يعني هو الأمر والناهي صراحة، يعني يسيء صراحة، يسيء التصرف، وهذا السبب الرئيسي اللي يخلي هيئة الدوري المحترفين تشدد على هالموضوع. كثير من الإداريين ينزل الملعب أحيانا يوجه مثلا ألفاظ تجاه الحكم، تجاه لاعبي الفريق المقابل، تجاه مسؤولي الفريق المقابل، فصراحة يعني يسبب أيضا يعني مشادات لا داعي لها. يعني دخول الرئيس ونائبه، هذا طبعا جدا كان قرار ممتاز. دخول كل أعضاء مجلس إدارة ولا كل من هب ولا، بصراحة هذه يعني فيها صراحة أمر كان مقبول جدا. صالح، والله شوف، يعني دائما نقول نحاول نكون محترفين، نحاول نكون منظمين اكثر. يعني انت رئيس النادي او عضو مجلس اداره او نائب الرئيس او وات ايفر، مكانك الطبيعي المنصه اسوه. يعني اتمنى يوم من الايام شفت روسيل رئيس برشلونه نازل الملعب يسلم، حتى في اثناء تسليم البطولات لا اشاهد رئيس النادي تسليم البطوله. المتواجدين هم الفنيين والاداريين داخل الملعب او داخل الفريق، لكن قضيه اني اشوف الرئيس النادي بين الشوطين وقبل المباراة وبعد المباراة، أعتقد آن الأوان نكون أكثر احترافا وتقديرا وتنظيما، ونكون المكان الطبيعي للإداريين هو المنصة ولا شيء.